تقدم النيابة العامة طريقة جديدة لقائد السيارات عن طريق موقعها الإلكتروني للتظلم على المخالفات المرورية بدون الذهاب إلى مقر النيابة عبر البوابة الإلكترونية، ولتخفيف الزحام على الوحدات المرورية. فخطوات التظلم إلكترونياً تشمل الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة، ثم الضغط على أيقونة التظلمات واختيار تظلمات رخص المركبات. اكتب الرقم القومي في الخانة المخصصة، ثم قم بالضغط على تفاصيل المخالفة. ستظهر لك على الشاشة كافة المخالفات المستحقة على المركبة محل الاستعلام وتفصيلاتها. حدد المخالفة التي تريد التظلم عليها وسبب التظلم، ثم قم بالضغط على تظلم. يظهر على الشاشة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة. حال الموافقة عليها قم بضغط موافقة. تظهر على الشاشة البيانات الأساسية لرخصة المركبة، فقم بتحرير البيانات الشخصية في الخانات الشخصية المخصصة لذلك، ثم اضغط على إرسال الطلب. تظهر على الشاشة بيانات إيصال التظلم ورقم الطلب الخاص به، فقم بحفظ الرقم لاستخدامه في المتابعة.